طيب هاي مثلا البروسيس الثانيه اللي اخذناها CSTR continuous مش باتش. ممكن تكون هاي باتش. مثال حكينا على الباتش انه بكون عندي بعبي التن كامل بالماتيريال بجري التفاعل وضل ماشي بالتفاعل لحد ما يخلص التفاعل بعدين بسحب الماده كلها مره واحده وبستعملها. او بستعمل continuous في continuous flow للرياكتنت A والرياكتنت B continuous flow للبرودكت اللي بيطلع من الاوتبوت منهم. بدي اضل اعمل كنترول على السيستم بحيث اني اتاكد انه المواصفات المطلوبه بهذا البرودكت تكون صحيحه حسب الريكوايرمنتس. اذا عندي رياكتنت A ورياكتنت B في عندي هون WA. W قلنا ايش؟ ماس فلو ريت. ماس فلو ريت كيلوغرامز بير مينيت كيلوغرامز بير اور. هون نفس الشيء عندي ماس فلو ريت وراح يكون هذا ماس فلو ريت مجهول ومجموع الفلو ريت ان. اذا فرضنا هذا كونستنت طل في كونستنت لاحظوا هون احنا مستعملين برودكت اوفر فلو لاين. اوفر فلو لاين يعني اول ما بدا يطلع او بوصل عند النقطه هاي ببدا اسحب من البرودكت على اي حال فهذا بضمن انه في بضل كونستنت. فبهاي الكونديشنز في كونستنت دي في على دي تي زيرو دبليو اي زائد دبليو بي بده يساوي. ورح نفترض احنا هون انه رو كونستنت لكل رو متساويه لكل البرودكت اللي هو رو اللي هي طيب لو بدنا نطلع هلا هون حكينا انه هذا الرياكشن اكزوثيرميك رياكشن اعطيني هيت as opposed to endothermic reaction. هلا الكنترولد فاريبل سي في هو البرودكت او ال temperature of the mixture. إذا لو فرضنا إنه ثيتا سي كونستنت إف إذا بكون عندي manipulated variable راح يصير دبليو سي. انا بصير اتحكم بس بالريت اوف فلو اللي موجود هون وبعتبر انه ثيتا سي راح تكون كونستنت. هلا عندي هون الريشيو تبعت اي بي. هلا ممكن يكون في ريشيو مطلوبه والفلو ريت والتمبرشر تبعتهم. يعني عندي هون تمبرشر كمان تبعت ثيتا A ثيتا B. إذا عندي ثيتا B ثيتا A W A W B ممكن هدول يكونوا disturbances وممكن يكون أشياء أنا بتحكم فيها. يعني ممكن هذا الرياكشن يكون له أكثر من input. إذا حطينا هون W C معناها في عندي single input اللي هو U. إذا بنحكي بلغة الكنترول نحط البلانت هون الاوتبوت اللي عم بتحكم فيه ثيتا سي. ما في شيء ثاني. هل في شيء ثاني ممكن يكون كنترول فيريبل؟ ايش في شيء ثاني انا بدي اياه ولا هذا بدي اعتبره كونستنت من هون؟ راح اعتبر هذا دبليو مش وين دبليو سي؟ هذا دبليو سي هذا دبليو سميه دبليو ودبليو بيساوي دبليو بي على شرط يعني او given انه دي في على دي تي بيساوي كونستنت. ايش وحدة في؟ كيوبيك متر. اذا هاي كيوبيك متر بير سكند. اوكي؟ اذا هاي البلانت انا لو جيت قلت لك طلع لي الترانسفير فانكشن تبعت هذا السيستم من هون رح نيجي نقول انه ثيتا سي هي
the product of which is on high on omega or omega W or WC وهذه هون theta C. Theta C هي controlled variable. هلا إذا بنستعمل الكلاسيكال موديلينج تكنيكس بالترانسفير فانكشن كم فاريبل بقدر يكون عندي هون كانبوت؟ واحد مش هيك؟ بكتب ديفرنشال ايكويشن وحده ما بين ثيتا سي والفاريبل اللي هو يو اللي انا مانيبيوليتد فاريبل بالحاله هاي مثلا احنا قلنا اعتبرنا انه هذا هو اللي هو دبليو سي WC مضبوط هون ولا انا مضبوط WC ما لخبطناش بالهدول WC للكولنت WA للرياكتنت WB للرياكتنت الثاني وهي سميناها W بنحب نسميها WP بنقدر نسميها WP اوكي مين راح يكون عندي الانبوت من هون WC للكولنت assuming beta C constant اوكي هلا شو بدي اعمل بهدوك هناك ايش راح يصيروا؟ هدول راح يصيروا disturbance يعني من محل ما بيجوني هدول طبعا ممكن افترض انه ideally انهم هدول constant theta A constant و W A constant و W B constant و theta B constant هلا لو بدنا نتشاطر نعمل هلا هذا راح يصير هو عبارة عن U of T وهذا راح يصير Y of T وإذا اطلع موديل لهاي البلانت ها؟ بصير عندي علاقة ما بين ثيتا سي ودبليو سي، شو يعني؟ يعني لو أنا إجيت فجأة غيرت لو حطيت ستيب فانكشن على أوميجا سي، شو يعني حطيت ستيب فانكشن على أوميجا سي؟ شو عملت؟ فجأة غيرت السرعة تبعت هاي البامب، هاي البامب كانت ماشية أو إذا بدنا أدق نكون مش السرعة بالذات اللي بتهمني لأنها سنترفيوجال بامب هاي بهمني الفلو ريت، غيرت سرعة البامب هاي بحيث إني أغير الفلو ريت من قيمة لقيمة جديدة وغيرته كستيب فانكشن باجي بسأل نفسي السؤال وأقول لو أنا إجيت على هاي أوميجا سي وغيرتها من قيمة لقيمة جديدة فجأة شو بصير التغير بثيتا سي؟ أوكي ماشي وهذا ممكن يكون فيرست أوردر أنا ما بعرف ما معناش الموديل فيرست أوردر سكند أوردر علاقة بينهم given طبعا إنه ثيتا سي كونستانت وإنه هدول الفاريبلز كونستانت هلا ممكن هدول يصيروا disturbance variables شو يعني disturbance variables؟ يعني أنا بكون مثبت دبليو سي ومثبت ثيتا سي بس فجأة ايش ببدأ بلاحظ؟ غيرت سي سي ليش احنا بنضل نلخبط السي هذه هون بي وهذه بي مضبوط؟ وهذه هون ثيتا سي انا بتحكم بالكولنت بيهمني درجة حرارة الكولنت اللي طالعة؟ لا بيهمني درجة حرارة البرودكت اللي طالعة اوكي؟ فباجي بلاقي انه ثيتا بي تغيرت طب انا ما غيرت اشي من هون والموديل للبلانت ما تغير شو اللي سبب تغير هذا؟ disturbance اللي هم عندي أول disturbance ثاني disturbance ثالث disturbance رابع disturbance theta A W A theta B W B أو ممكن أقول لا هدول مش disturbance هدول أنا بدي أتحكم فيهم هدول راح أخذهم وأخليهم يصيروا inputs وأنا أصير أتحكم بهدول الهاد. مثلاً برضه أنا بدي أتحكم ب W من هون بصير أنا أتحكم ب W A و W B وإذا غيرت WA و WE بتغير عندي W. طيب إذا هذول أخذناهم وطلعناهم هون، إيش المشكلة بتصير بالموديل؟ بدي ستيت سبيس موديل. صار بدنا ستيت سبيس موديل، لأنه هذه البلانت بطلت سنجل إنبوت سنجل أوتبوت، فبطلت أقدر أستعمل الطريقة التقليدية تبعت F of S. إلا إذا كانوا ديكابلد هذول، إنه هذا تأثيره على هاد مختلف تماما عن تأثير هاد، مختلف عن تأثير، ونرجع هيك للدياجونال دياجونال ريبريزنتيشن إذا كانوا فعلا كلهم ديكابلد. اوكي ماشي الكل واضح هون هذا المفهوم، هلا لو بدي اعمل الان فيدباك كنترول شو بعمل؟ ايش بنعمل؟ ايش بقيس؟ بجيب ترانسميتر تمام؟ فبجيب ترانسميتر شو بتقيس الترانسميتر؟ بحط هون ترانسميتر سنسر بلغتنا بقيس لي ثيتا بي هاي هذا سميه ترانسميتر راح يعطينا ثيتا بي، ايش الفرق بين ثيتا بي قبل الهاد وبعد ثيتا بي بعد الهاد؟ هذه فيزيكال تمام وهذه الكتريكال هاي الالكتريكال راح تدخل عندي على الكنترولر راح يصير عندي الان هلا كنترولر من هون ايش في عندي بين هاي وهاي في عندي البامب مضبوط اللي هي الاكتويتر
احنا هي بين هذول الاثنين البامب مع الدرايف تبعها. اذا كانت هذه البامب دريفن باي دي سي موتور ايش بقدر استعمل حتى اغير السرعه تبعتها؟ ايش؟ هلو صوتكم ايش؟ تشوبر تمام بقدر اعمل تشوبر اذا كان عندي دي سي سورس بدي احط دي سي على هاي ممكن استعمل البلس ويت موديليشن اغير سرعه الدي سي موتور اللي بيعمل درايفنج لهذا مش هيك مضبوط؟ او اذا كان حسب ايش كان المحرك اللي موجود هون بقدر اغير سرعته بحيث اني اغير اذا كانه اي سي موتور اللي بيعمل درايفنج للبامب شو ممكن اعمل له؟ انفرتر تمام فيربل فريكونسي درايف والسورس عندي اي سي مش هيك؟ يعني لو هاي بدنا نربطهم هاي عمالنا بنقول هاي لينكد مع محرك مثلا سكورل كيج اندكشن موتور وهذا 3 فيز من هون ممكن يكون في له درايف مش هيك؟ فيربل فريكونسي درايف وبيجي هون 3 فيز سبلاي وبصير الفيربل اللي بتحكم فيه بودي هون اف الفريكونسي اللي انا بدي اياها اوكي ماشي؟ بصير عندي هذا الفيربل اللي بتحكم فيه اف الفيربل فريكونسي درايف بتحكم في المحرك المحرك هذا سكورل كيج اندكشن موتور بغير من سرعه البامب عشان يغير من الفلوريد بغير الفلوريد صار عندي هذا الفيربل اللي بتحكم فيه هذه عندي هون زي ما حكينا هذه يو اوف تي او يو اوف اس من هون هذا الاكتويتر راح يجيني الان من الاكتويتر كنترول سيجنال اللي هي اف على فكره هون يجيني هاي هذه كمان اذا بدك تحط داش عليها داش مش معناها مشتقه هون بس انا بميز بين اليو اللي هون واليو اللي هون اليو اللي هون ايش راح تكون؟ تكون فعليا فلو ريت من البامب هاي السيجنال اللي بتطلب فلو ريت معين هذه هون سيجنال وهاي فيزيكال فهذه راح تكون كمان هون يو اوف تي ايش راح يكون عندي هون هلا؟ هاي الكنترول وهلا هون اذا عندي الكنترولر من هون هلا راح يكون يجيني على الكنترولر داتا بي او خلينا نحطها هيك نحط الايرور جاهز راح يرجع لي الان هون ثيتا في الكتريكال مش هيك بطرحه من ايش لازم يكون عندي؟ سيت بوينت سميها ثيتا سيت بوينت ايش رايكم؟ سميها ثيتا سيت بوينت هاي اللي موجوده هون هي فيدباك سيستم لو بدي اعمل فيد فورورد كنترول شو بعمل؟ بجيب هدول الديستربنسز وين ادخلهم؟ بدي احط لهم سنسرز بقدر احط سنسر للفلوريت تبع الرياكتنت ايه؟ ايش بدي؟ كيف بقيس الفلو؟ الفلو ميتر مش احسن شيء اقيس الفلو بفلو ميتر وهون بحط كمان فلو ميتر عندي فلو ميتر هون وفلو ميتر هون وبقدر احط كمان هون تمبرتشر وتمبرتشر ايش ممكن اقيس التمبرتشر بايش؟ ثيرمو كابل ار تي دي ها ثيرمو كابل او ار تي دي بكون بالفلو بالستريم هذا تبع الفلو تبع الرياكتنت بقيس درجه الحراره بتحول نفس الاشي على الترانسميتر فممكن هدول الاربعه اذا بدنا ندخلهم هون ونعمل فيد فورورد كمان فبكون عندي كومبينيشن اوف فيد فورورد وفيدباك ممكن يكون فيدباك لحاله وممكن يكون فيد فورورد لحاله ممكن يكون كومبينيشن اوف فيد فورورد فيدباك شو ميزه الفيدباك الفيدباك هاي هلا مقارنه كويسه ايش الميزه تبعت الفيدباك على الفيد فورورد طب ايش ميزه الفيد فورورد على الفيدباك تمام ممتاز بس شو مشكله الفيد فورورد انه بعدين ما بيعرف شو بصير ما بيعرف هو شو بصير في مشكله يعني انت فرضت انك انت عارف انه سبب التغير هو هدول الاربعه مزبوط فاجيت حطيت هدول الاربعه وعالجتهم هون في الكنترولر فقالت الكنترولر اذا ثيتا اي طلعت شوي راح اغير الاوتبوت تبعي بس هذا هون الكنترولر اذا ما اعطيته فيدباك ما بيعرف فعليا شو بصير هل زبطت بركي الموديل تبع البلانت تغير ممكن تغير البلانت تبع الموديل ممكن طبعا ممكن لذلك ايش بدنا هون؟ بدنا بنحتاج بالاضافه للفيد فورورد عاده بنحتاج فيدباك، مشكله الفيدباك انه انا بستنى لا ترتفع درجه الحراره او تتغير لحد ما اعالج الموضوع، ممكن نستخدم خليط من الاثنين، في حل رابع اني ابدا اكبر هذا التانك. اذا كبرت هذا التانك شو بصير؟ نعم ايش؟ علي صوتك، ايوه
هلا اذا كبرت هذا التانك هو كله صار ضخم جدا، له سبيسيفيك هيت كاباسيتي عاليه، ما بصير في تغيرات سريعه، بصير اصعب انه تتغير الحراره، بعطيني وقت اضافي اني اعمل شيء. شو المشكله اني اكبر التانك؟ كوست. كوست وسبيس انا بدي احاول اخفف الكوست وسبيس. اذا ثلاث حلول، ايش هم الثلاث حلول ممكنه او خليط منهم؟ اربع حلول. ممكن استخدم فيدباك لحاله، ممكن استخدم فيد فورورد لحاله، استخدم فيد فورورد وفيدباك، وممكن اني اكبر التانك، اصمم تانك اكبر بحيث اني اخفف من التغييرات اللي موجوده هون. يمكن يكبر التانك لدرجه انه حتى لو صار في تغييرات بسيطه من هون ما يكون لها تاثير كثير على الكولنت، او استخدم خليط من كل هذه الاشياء اللي موجوده. ميزه ما بين اليو اللي موجوده هون والفيربل اللي اجى من هون، هذا مانيبيوليتد فيربل مش هيك؟ هذه سيجنال وهاي فلو ريت مش هيك؟ هذه فيزيكال وهاي، لذلك انا استعملت يو اوف تي لهم التنتين. في الموديلنج اذا رحتوا على ستيت سبيس موديلنج هذا هون مش موجود. اوكي ما بيكون حاطه بالكتاب او يعني بعتبر انه هذا واحد كانه كي، بعتبر كانه ترانسفير فانكشن تبعته واحد. بس هو عباره عن اكتويتر محرك او شيء زي هيك، اوكي؟ دكتور نعم. هلا دكتور نحن